ومتابعينا بصباحنا يا نرمين. يعني دائما بنسمع انه انا مكتئبة، عندي اكتئاب، حاسة حالي بدي اكتئب، رفيقتي مكتئبة. يعني نحن كثير بنسمع كلمة اكتئاب، ولكن شو هو الاكتئاب؟ دائما نحن فورا بنقول عن حالنا او عن غيرنا انه انت عم تعاني من الاكتئاب. اليوم رح نتعرف شو هو الاكتئاب، كيف بنعرف حالنا مكتئبين، كيف بنطلع من حالة الاكتئاب. بدنا مع الدكتور أنس قدالي، اختصاص في طب النفس. صباح الخير دكتور يسعد أنس، صباحكم، أهلا يا اهلا وسهلا وسهلا فيك. فيكم. يسعد صباحك دكتور، يسعد أهلا وسهلا صباحك، اهلا فيك. وسهلا يعني فيك. احنا متعودين على الكبار هن اللي بيكتئبوا دائما أو بنقوا، ولكن عم نحكي اليوم عن اليافعين والصغار، تماما فممكن الأطفال يصابوا بالاكتئاب؟ تماما، مثل ما معروف اضطراب الاكتئاب يمكن الكثير سمع عنه، كثير يمكن خبر بعد اعراضه، كثير قرأ عنه. اضطراب مزاجي شائع بيتميز بعدة اعراض عند البالغين والكبار، لكن عند الأطفال هل يمكن أن يصابوا؟ طبعاً يمكن أن يصابوا، ولكن خلينا نقول إنه هن يعبروا عنه بلغتهم الخاصة، اللغة المختلفة عن البالغين. يعني نحن عند البالغين أو الكبار خلينا نقول متوقع إنه مثلاً يعبر عن إنه أنا مزاجي منخفض، فقدت الطاقة، ما عاد عندي، ما بقى عندي شغف معين، بلشت الأمور العضوية تضطرب، المزاج الشهية، النوم، ممكن بعض الأحيان أفكار انتحارية، فقدان الرغبة بعمل أي شيء، ممكن يوصل حتى للنشاطات الفردية المرتبطة بالنشاطات الشخصية، الاستحمام، الاهتمام بالأمور الشخصية، حتى هي ممكن تتراجع. أما عند الأطفال فنحن بدنا نتوقع أنه هو خصوصاً بدءاً يعني من الأعمار الصغيرة، 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين، ما رح نتوقع من الطفل يجي يقول أنا عندي مزاج منخفض، أو ما المطلوب من الطفل مثل ما المطلوب من الكبير، ما عنده هو مسؤوليات يعجز عنها، ما عنده مفاهيم متكونة، ما عنده تعب بالتفكير. إنما الطفل غالباً، الطفل بدأ من المراحل الصغرى بيعبر عنها بأمور معينة، مثل مثلاً ملاحظ أن الطفل بدأ يأخذ منظر الإل لوكينج، المريض، مثل الطفل تكون تعبان، يتجنب اللعب مثلاً، شيء بسميه كالنيرفسنس الدائم. الطفل بيصير مو حزين أو مزاجه منخفض، وإنما مزاجه مستسار. هي ممكن يلاحظوها الأمهات كثير، بيصير ممكن يعصب لأبسط التفاصيل، أو بيصير بتشبث بأمه بطريقة كثير ملفتة. ايضا مثلا لو انتقلنا شوي لمرحله اعلى بسن المدرسه، بنلاحظ مثلا في تراجع بالمستوى الدراسي، غياب اللعب مع الاقران. في شغله كثير مميزه للاطفال، هي دائما الطفل بيحاول يعبر عن انزعاجه بطريقه الشكايات الجسديه غير المفسره، الم البطن، المغص، ايضا واحده من يعني حجج. تماما بالضبط، هي خلينا نقول بتكون شكاوى، ولكن هي لغه الطفل لجذب الاهتمام. ما عنده هو القدره يقول انا تعبان، ما بيعرف يعبر، حتى هو مفهوم كلمه تعب ومفهوم اكتئاب غير متوفر. ايضا من الاعراض اللي ممكن انه تشاهد في شيء بنسميه السلوك النكوصي. النكوصي بمعنى العوده الى الوراء، الطفل بعد ما يكون قطع مرحله تطوريه معينه، مثلا انضبطت المسارات البوليه، ما عاد صار قادر انه بشكل مستقل يقوم بعمليه التبول، بيصير بيرجع بعيد السلوك، التبول اللا ارادي، كما الاطفال اللي اصغر منه، كمان بيكون غالبا بسبب تماما تماما هي لغته لجذب الاهتمام او للاشاره انه انا اعاني من الم. شيء كثير ملاحظ مثلا اضطراب الشهية، اضطراب النوم حتى عند الأطفال، بصير متشبث بوالديه حتى بفترة النوم، بيعبر دائما عن كوابيس مخيفة. ممكن في شيء بنسميه الإهلاسات. الإهلاسات هي عرض موجود بالطب النفسي، إنه الشخص ممكن يسمع أو يشوف شغلات ما أنا موجودة، لكن عند الطفل بتاخذ، يعني تحديدا الأطفال الاكتئابيين بتاخذ منحة خاصة شوي، بمعنى إنه ممكن يحكي دائما عن أصوات عم بيسمعها أو شخصيات عم تشوفها، هي شخصيات مرعبة، قد يكون مستقيها من أفلام الكرتون أو مستقيها من قصص معينة خيالية، فبيصير دائما بيحكي إنه هو عم يشوفها وعم تطلع له، فبيطلب من أهله أبدا عدم تركه وانه يكونوا معه بشكل دائم. هلا تركنا طلعنا شوي عن للسن الاعلى بعد مرحله سن المدرسه، وقت اقتربنا من مرحله البلوغ وما حول البلوغ، هون بنلاحظ يعني بدا الاكتئاب بياخذ منحه شوي كمان مختلف، شيء بنسميه يعني الانتي سوشيال بيهافير، يعني او السلوك المضاد للمجتمع. هي ملاحظة دائما عند هي الاعمار، بتلاقي ممكن الشخص انه يصير مثلا يهرب من المدرسه، سلوك دائما مضاد للاهل، عناد مستمر، ممكن يصر مثلا انه يلحق اصدقاء معينين، يرفض 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 الانخراط بالواجبات الاسريه. هون في مرحله من ازمه تشكيل الهويه بتكون عند 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 الشاب تماما، فبالاساس هي مرحله نفسيه ما أنا مستقره، واذا كان في مؤهبات للاكتئاب سواء بيولوجيه او بحوادث ضاغطه فبصير بيعبر عنها عند هذا الشكل. ممكن كمان بهذا العمر انه الشخص او الطفل او خلينا نقول اللي اقترب من البلوغ يلجا لامور اخرى، مثلا ممكن يلجا للجريمه، ممكن يلجا هي طبعا بحاله تقدم للمخدرات، كثير كثير بشكل شائع. بتكون السمة الطاغية
هي 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 السلوك المضاد دائما، مضاد للأسرة، المضاد للمجتمع. وهون من هي المرحلة تقريبا خلينا نقول من 12 سنة وأعلى، هون منفوت بخطر تشكيل الأفكار الانتحارية أو سلوكيات إذا الزام. نعم دكتور، يعني هلأ الكلمة الدارجة أنه أنا مكتئبة، يعني إذا بدنا نحكي موضوع أنت مكتئبة عندك اكتئاب، طيب عند الأولاد نحن كيف فينا نصنفها؟ يعني ظروف صعبة عم تمرق علينا، عم يشوفوا قدام عينهم يمكن أهليهم بيتداولوا لهي الكلمة، بيتداولوا سلوك جيرانهم، بيتداول سلوك رفيقهم، عنده موبايل أهم من موبايل، بجوز يعمل صحيح. تمثيلية يعمل حاله بحالة اكتئاب، يعني الطفل ذكي بيعرف كيف يلفت النظر. فنحن هون نحن إمتى فينا نصنف إنه اكتئاب؟ بعد قد إيه من الوقت؟ يعني يمكن في سلوكيات كتير وخاصة بعمر ال بيقولوا لها هيك عمر، يعني أول ما ينشأ الطفل عمر الابتدائية وقبل ما يصير بالمراهقة بيكون عنده يعني سلوك غريب عجيب وعنده صحيح. غيرة كتيرة وبيلفت النظر بطرق متعددة. إمتى منصنفها إنه اكتئاب ولازم نروح عند تماماً الدكتور؟ هي لفترة حديثة تم تصنيف الاكتئاب عند الأطفال، إنه يوجد اكتئاب عند الأطفال فعلاً اللي بسبب خلل أو اللغط اللي دائماً اللي بيصيره الطفل. هو الصورة الشائعة عند الطفل إنه هو ممكن يبكي كتير، ممكن يضجر كتير، ممكن إنه يعصب كتير، ممكن يستخدم البكاء كوسيلة. هلأ نحن إيمت دائماً سمة الاضطراب النفسي وقت نكون اضطراب وتلاحظ في تعطل، يعني في تعطل تماماً عند الطفل ما كان مرتبط بمرحلة ظرفية معينة. اوكي ممكن الطفل يعمل هاي السلوكيات ولكن لمرحله ظرفيه معينه، لتحقيق غايه معينه، لهدف معين، لشراء لعبه، بسبب غيره، بسبب كذا. متى ما بدا التعطل، بدا مثلا انه هو يرفض اللعب ابدا بشكل قاطع بشكل نهائي، حاله الخوف هي المسيطره عليه، هي الحاله الدارجه، هي اللي عم تمتد لايام وشهور، بلشنا نحس انه الطفل بعد ما بلش يوعي يبدا بعمر مثلا مبكر يبني نوع من الاستقلاليه، يصير ممكن ينام لحاله، ممكن كذا. لا بنلاحظ الحاله الدارجه، خوف مستمر، قلق مستمر، مثل ما ذكرت يعني عدم رغبه بالانخراط واللعب. وقت يصير سن المدرسه في عنده رفض قاطع للذهاب الى المدرسه وهذا بيستمر. اوكي في رفض بيصير ببدايه المرحله، ولكن وقت الرفض يستمر، وقت الخوف يستمر، ممكن توصل لدرجه البكاء، ممكن توصل لدرجه انه يمتنع تماما، تشبث شديد، ويستمر لفتره زمنيه. هذا هون بقى في علامات خلينا نقول صارت تشكل خط احمر والطفل بحاجه لاستقصاء. هلا في نقطه مهمه، مثل ما ذكرت بالبدايه انه نحن الشخص اللي عنده اكتئاب غالبا الكبار بالعمر بشكل نوع من دائره التفكير السلبيه، يعني بيصير عنده دائما تفكير بالماضي ومسؤوليات ما عم يقدر يؤديها، دارات تفكير مستمره بتقوده وبتعزز هذا الاكتئاب ابدا، فشل، انا راح افشل، انا ما قدرت انجز هذا الشيء، انا ما بقدر اعيش. الطفل طب فينا نقول قديش الاهل مهملين لحتى وصلوا ابنهم لهالدرجه ولا ما في؟ هي اللي كنت بدي اذكرها، يمكن قد ما يكون اهمال، ولكن اللي كنت بدي اوصل له انه البالغ بسبب هي طريقه التفكير او المطلوب منه هو ممكن يطور الاكتئاب والاكتئاب يكون عميق. الطفل ما عنده هاي المفاهيم لسه، ما عنده اساسا مسؤوليات يقول انا فشلت او انا نجحت او انا استحق، يمكن هو ما عنده لسه مفهوم المستقبل والماضي بشكل تام. فغالبا اعراض المزاجيه عند الطفل مرتبطه بارتباط يعني وثيق بسبب مباشر، يعني قد يكون مثلا حاله اهمال، مثلا قد يكون حالة تعنيف، قد يكون حالة فقد والدين، أسرة مفككة، دائما الطفل عم بيضيع بين مقدم الرعاية، بين الوالد بين الوالدة، ممكن مثلا حالة تهديد بالمدرسة، ربما هو بالنسبة بتكون ما هو تهديد كبير يعني، ولكن بالنسبة له تهديد من قبل المدرس، سخرية شديدة من الأقران. تمام، فدائما عند الطفل غالبا في سبب مباشر عم بيسبب له هي الاعراض الاكتئاب او الاعراض المزاجيه، ما انا هي مثل البالغ والله دارات تفكير تطورت وحاله ضغوط معيشيه وما عم بيقدر يحقق اهدافه المستقبليه وما عم بيقدر ينجح بشهادته وما بيقدر ينجح. حالات انانيه اكثر للطفل فينا نقول. نعم انانيه تماما أكثر. اي يعني فينا نقول هي مرتبطه فيه للطفل، مرتبطه بالسبب المباشر يعني غالبا خصوصا بمراحل الطفوله الصغيره. طيب دكتور، الكبار بيكتئبوا يمكن لاسباب مختلفه، ممكن من مزاج سيء، من مشكله، من طقس معين. الأسباب اللي بتخلي الطفل تكتئب شو ممكن تكون هيك ولو سريعا، وإذا في درجات للاكتئاب عند الأطفال؟ تمام، هلا طبعا بشكل عام الاكتئاب عند الجميع خلينا نقول بنقسم دائما لشيء اسمه أسباب بيولوجية، يعني شخص بيولوجيا ووراثيا عنده استعداد للاكتئاب. هل يعني تورث حالة طبعاً الاكتئاب؟ ما في مورث لحد الآن مكتشفة، ولكن دائما نسبة الأطفال العرضة للإصابة بالاكتئاب اللي بيكونوا لأبويين اكتئابيين مشخصين بالاكتئاب
تزداد ضعف مرتين لثلاث مرات. يعني في اكتئاب شيء مسميه خلينا نقول الاكتئاب الاساسي، العامل البيولوجي او العامل الفيزيولوجي المورثات هي شيء اساسي موجود بالاكتئاب. كل ما كانت العامل الوراثي اكبر كل ما يمكن صار الطفل عرضه لانه يطور هذا الاكتئاب بسن اكبر. واحده من العوامل الثانيه مثل ما ذكرت بسميها العوامل البيئيه، ذكرت جزء منها اللي هي مثل ما ذكرت مرتبطه مثلا بعدم وجود مقدم رعايه. الفتره السنتين لثلاثه هي ضروريه لبناء العلاقه الوطيده بين الاب بين الطفل وبين الام. فإذا كانت الأم غائبة سواء بوفاة سواء بانفصال سواء بسبب ظروف عمل صعبة ما عم تتوفر بشكل دائم، فبتأدي لهذا الطفل أيها بأثر أكثر الأب ولا الأم؟ بصراحة الأم أكثر. الأم أكثر من الأب دائما هي مقدمة الرعاية الأساسي. لأنه الأم مرتبط خلينا نقول علاقة بتكون بين الأم والطفل هي علاقة يعني خلينا نقول التصاق جسدي، فترة الرضاعة، فترة الحضن، فترة هو ملاصق لوالدته أكثر. وحتى بفترات تطور الطفل هو بيحتاج فترة سنتين لثلاث سنين لحتى يعرف أنه هو مخلوق غير أمه. فالطفل بإدراكه لحد سنتين ثلاثة يبقى بيظن أنه هو أمه كائن واحد. فتصوري حجم الارتباط قديش وثيق. فإذا هي المرحلة اضطربت وما أدت يعني وظيفتها مقدمة الرعاية أو الوالدة بشكل منتظم تترك عقابيل لبعدين. وحتى إحدى تفسيرات مدارس علم النفس بأنه الطفل نتيجة خلينا نقول مو بمعنى الحقد خلينا نقول غضبه على والدته، ولكن هو ما بيعرف يفسر الغضب وما بيعرف يعبر عن الغضب، فبوجه هذا الغضب اتجاه نفسه وبتطلع هاي الاعراض. هي واحدة من مدارس علم النفس بتفسر هذا التفسير. ايضا مثل ما ذكرنا من الاسباب البيئيه مثل ما ذكرنا انفصال، عدم توفر مقدم الرعايه. فطبعا الاسباب البيئيه تتعدى، مثلا ممكن تكون مثلا ظرف الحرب المعين، فترات الوضع الاقتصادي. الوضع الاقتصادي يمكن ما يدركه الا اذا كان بينعكس عليه بشكل مباشر، انه مثلا ما في تغذيه سليمه، ما في امان، ما في بيئه العيش مناسبه، تعرض لعوامل البروده والحراره بشكل مستمر. اكيد ممكن وجود مولود جديد بالبيت، هي ممكن فعلا تعمل تكون عامل، ولكن هي خلينا نقول فيزيولوجيا ممكن تبقى لفترة بسيطة. إذا تعدت فترة بسيطة، فترة شهر أو شهر ونص أو شهرين، ممكن يكون دخلنا فعلا بحالة اكتئاب، بس فعلا هي واحدة من المحرضات. نعم دكتور، إذا ما انتبهنا لأبنائنا بهيدا العمر قديش رح يتأذوا بسن المراهقة وبالبلوغ، قديش رح يكونوا طبعاً فاشلين بحياتهم؟ طبعا هي بصراحة للاضطرابات النفسية عمل الوقاية الأول هي مرحلة الطفولة، السيطرة على مرحلة الطفولة. معظم الاضطرابات النفسية حتى اللي تظهر فيما بعد فترات طويلة هي مردة بشكل رئيسي لحوادث رابطة بالطفولة، أو مثلا إهمال أو عدم اهتمام أو حدوث فشل معين أو ظرف معين أو مثلا قلة اهتمام أو قلة رعاية أو الطفل ما أخذ حقه بموضوع معين. وحتى في نقطة يمكن ما ذكرتها، أنه دائما الأطفال كمان اللي عندهم أمراض عضوية هدول لسه عرضه 6 لـ7 مرات لتطوير اكتئاب، يعني مرض مزمن من سواء نقص تغذيه، سواء مثلا في اطفال بيجي عندهم نوبات اختلاج او صرع من الطفوله، امراض غديه تماما، هدول عرضه اكثر، فهدول لسه بدهم رعايه مضاعفه او رعايه خلينا نقول دبل، تمام؟ فاذا ما اخذوا حقهم فهو دائما عرضه لتطوير اضطرابات كثير. وفي نقطه مهمه، دائما المترافقات يعني الاضطرابات النفسيه عند الاطفال مترافقات كثير، يعني غالبا الطفل ما بيجي باضطراب نفسي واحد، بيجي باضطرابين او 3 اضطرابات سوا. نسبة المترافقات عالية جدا، 30% ل 35%. اضطراب الاكتئاب عند الطفولة ممكن مو بس يتطور لاكتئاب عند البالغ او اكتئاب مزمن، لا هو ممكن يتعدى هذا الشيء، ممكن يتعدى لشيء اسمه اضطراب مسلك، شخص بصير غير منضبط تماما، بصير يعني الطفل عبارة عن كتلة أذى متحركة، مو أذى عادي، أذى ممكن يرقى لجرائم، ممكن قتل حيوانات، ممكن سرقة، ممكن قتل أشخاص، طبعا كله مع يعني زيادة المرحلة العمرية والتطور. نعم دكتور، خلينا نحكي هيك بالوقت المتبقي، العلاج اليوم للطفل المصاب بالاكتئاب ممكن يكون دوائي ولا بحاجة استشارة، ولا ممكن الأهل بحالات معينة قادرين يحتضنوا هذا الاكتئاب؟ دائما عند الأطفال خلينا نقول هامش تدخل الدوائي محصور، تمام؟ أولا دائما تجارب على الأطفال بتكون محدودة، وثانيا الأطفال عرضة دائما يعني للتأثر بالأعراض الجانبية للمضادات الاكتئاب. فنحن يعني خلينا نقول في ممكن نستخدم بعض مضادات الاكتئاب، في بعض الأدوية مرخصة يعني اقل يعني العمر الممكن استخدامه 8 سنوات وما بعد، ولكن حتى ب 8 سنوات في تحفظ، خلينا نقول اامن 12 سنه وبعد. بنركز دائما بالعلاجات عند الاطفال بالعكس على الجانب المعرفي او الجانب السلوكي. يعني مثلا بعمر صغير مثل ما ذكرنا 3 أو 4 سنوات لابد عند اخذ القصه السريريه المفصله لابد من وجود مشكله صادمه او مشكله مباشره اسريه دراسيه هي اللي عم تسبب هذا، فبخلينا نقول بيصير نوع من التثقيف النفسي او عمل نوع من الشيء نسميه النماذج المعرفيه عند الاباء والمدرسين تجاه الطفل. يعني هي تمارين بتكون بشكل مجدول ومنظم عند اختصاصيين سلوكيين، تعزيز ثقه الطفل بنفسه، يلاقوا دور اكبر بالاهتمام،
طلب منه مهام محدده ومكافاته ومكافاه اكبر، التاكيد على الرابطه بين مثلا مقدم الرعايه وبين كذا وبين بين بين الطفل، اذا كان في ظروف معينه لا يمكن حلها مثلا مثل موضوع الفقدان ممكن كذا، ممكن محاوله التعويض قدر الامكان من الاب، او مثلا وجود حدا ممكن يشكل بديل خالي او جده وبشكل مستمر. هلا انتقلنا لمراحل اكبر، خلينا نقول 6 سنين 7 سنين 8 سنين، هون خلينا نتوقع من الطفل عنده مفاهيم عنده افكار، لابد انه يكون اكتسب افكار سلبيه وسيطرت عليه، خصوصا اذا شاف مظاهر قتل، مظاهر الدمار، مظاهر حرب. فهون في شيء اسمه العلاج المعرفي السلوكي، نترك الطفل يعبر عن افكاره، ممكن نسمع منه شو اللي بباله، وبصير تعديل بطريقه التفكير او ببعض المفاهيم. طبعا هذا بده مختصين، يعني مختصين بالعلاج المعرفي السلوكي لضبط هي القصه. بعمر اكبر ممكن نلجا لا 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 يعني العلاجات الدوائيه، وممكن بيصير حتى العلاج المعرفي السلوكي افضل، لانه انا قادر هون الطفل صار بعمر 10 سنين او 12 سنه او 13 سنه قادر كون منه فكره كامله وقادر هو يعبر عن نفسه بطريقه ممتازه. تمام دكتور، كمان اهم شيء انه ننتبه على اولادنا من صحيح. الموبايلات، ننتبه على اولادنا من نقص الحنان، نقص الاهتمام صحيح. لانه كله بيعمل اضطرابات بالكبر. نشكرك كثير دكتور انس الدالي، اختصاصي في طب النفس. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم، يعطيكم الف عافيه.